كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وحي السماء؟ بين لنا الحارث بن هشام رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يتمثل لي أو أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس هو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث يصور لنا كيفية مجيء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكيفية لا تخلو من حالتين الحالة الأولى أن ينسلخ النبي صلى الله عليه وسلم من حالات البشرية العادية إلى حالة أخرى حتى يحصل له الاستعداد الكامل لتلقي الوحي من جبريل وهو على حالته الملائكية. وفي هذه الحالة قد يسمع عند مجيء الوحي صوت شديد كصلصلة الجرس أو صوت دوي كدوي النحل، تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حالة شديدة روحانية يغيب فيها عمن حوله صلى الله عليه وسلم ويثقل جسمه، وربما يسمع له غطيط كغطيط النائم، فإذا ما سري عنه وجد نفسه واعيا لكل ما سمع من الوحي فيبلغه كما سمعه صلى الله عليه وسلم. وهذه الحالة هي أشد حالات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه الحالة تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله تبارك وتعالى. الحالة الثانية أن يتحول جبريل عليه السلام من الملائكية إلى الصورة البشرية فيأتي في صورة أعربي يعرفه الحاضرون فيأخذ عنه صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، وهذه الحالة هي أهون الحالتين على النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب بهاتين الكيفيتين دون غيرهما، لأن الظاهر أن السؤال كان عن الوحي الذي يأتي عن طريق جبريل. والحق الذي لا لبس فيه ولا غموض أن القرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل عليه السلام، ولم يأتي شيء منه عن تكليم أو إلهام أو منام، بل كله أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وحيا جليا.